بارك عليك ربي يوفقك. قويتها بابا. الحمد لله رب العالمين اللي من علينا بالنعمة هذه بعد 10 سنوات من الانتظار في إطار الإدماج المهني. اليوم تحصلنا على مناصب دائمة. أنا أود أن أهنئ نفسي أولا وجميع الزملاء على هذه النعمة التي منها علينا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يعاوننا إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الإدارة نتاعنا.